نقول ان احنا يعني الموسم مر باكتر من مرحله. هذا الموسم يعني كان المنافسه شبه قويه لحد فتره ما. المنحنى تغير بعد بطوله افريقيا وخاصه كاس العالم للانديه. النادي الاهلي عانى بعدها، ويمكن كانت ثمار البطوله سلبيه عليه لان الاجهاد اللي طلع بيه وخاصه اللاعبين الدوليين اللي رجعوا من بطوله افريقيا ثم كأس العالم للأندية تعرضوا لإجهاد كبير جدا أثر على نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ثم التغيير الفني اللي حصل داخل النادي الأهلي باستبدال المدير الفني بيتسو موسيماني بريكاردو سواريش أثر جدا جدا على النادي الأهلي وأضعف طريقة التدريب كمان مختلفة وما كانوش بيتدربوا كل صحيح. ده مش كده؟ صحيح فده أثر في النهاية على شكل النادي الأهلي وربما يعني جعل المنافسة أضعف شيئا ما. في النهاية وصل نادي الزمالك على بعد خطوات قليلة جدا جدا من البطوله، 5 اسابيع خلاص متبقيه والزمالك في الصداره ربما باريحيه كبيره. ومن فتره طويله الزمالك ما حسمش الدوري بدري بالشكل ده، وشوفنا النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي انه بيستكمل الدوري بعدد كبير من اللاعبين الناشئين، فده معناه بشكل واضح انه اعلان بتتويج الزمالك او فوزه ببطوله الدوري العام. فاعتقد ان المنافسه انتهت بدري شويه. مبروك، الله يبارك فيك. طبعا انت ملاحظ انه الزمالك في حاله تالق في الدوري، ان شاء الله صحيح. يتممها على خير يعني، فانت توقعاتك ايه بقى في ضوء تالق الزمالك في المباريات اللي فاتت مع المقصه؟ استمرار للنتائج الايجابيه، استمرار لحاله الاريحيه الكبيره الحاصله داخل الملعب، مفيش ضغوط، كل عنصر بيحاول يؤكد انه فعلا اللي حصل مش طفره في الفتره الاخيره، لا ده هو مستمر على هذا الاداء. في اكتر من لاعب قدموا نفسهم بشكل كويس جدا جدا وعندهم اصرار انهم يستمروا في ده علشان يشوفوا نفسهم في منتخب مصر الفتره اللي جايه. فاعتقد ان نادي الزمالك هيكون مستمر امام المقاصه في تحقيق المكاسب، واللعيبه هتبقى عندها رغبه اكبر في انها تحسم الدوري بدري شويه قبل نهايه البطوله.